باختصار شديد عبلطه، تروح عند راعي السيرك اللي هو يعتبر احسن منك المراحل، مستحيل اسوي ربع اللي يسوونه حقين السيرك في تخصصهم، مستحيل انتقدهم، ما شاء الله استمر. لكن هل راعي السيرك لو تقول له اعسف حصان عسف كامل من البدايه للنهايه بدون سيرج جنب سياره وتحكم حصان تحكم تام جيب نفس النتيجه، هل يفعل؟ لاحظ ما اقول لك هل ينجح، ما يفعل اصلا، ما يجرب، يقول انا ما اسوي شيء، من هم متخصص في الشيء هذا، ليس تخصصي. هي نقطه البحث، كلامي منطقي علمي لا يقبل النقاش، او تخصصه هو مبدع فيه، التخصص اللي انا اتكلم فيه هو ما له علاقه فيه اصلا، ما يفهم فيه باعتراف. يعني زي ما تقول اذا تحكمت بحصان، تخيل واحد يقول لك تحكمت بحصان تحكم تام عند الاختلاف، معناته اني انا احسن من حقي الجمباز، تحقق حق الجمال، الجمال ما تسوي ربع، لو تسوي ربع سوات من كسر ضربك. هذه الفكره. فالناحيه الشكليه الاستعراض، طبعا ما استعراض طبعا زي ما قلت انواع كثيره، بس فعل حركه معينه على الحصان او اثناء قود الحصان، عندك طرفين او يعني رايين عند الناس يعتبر انها خاطئه، اللي هي الانتقاد البحت في نظري انه يعتبر حسد او حقد او في غير محله، يعني انتقاد في غير محله، انك تنتقد شيء معين ما تعرف تسويه باختصار. انتقادهم مو في محله. الشخص اللي يسويه ما تقدر تسوي سواته، اذا امدح ولا اسكت. الطرف الاخر يمدح مدح في اشياء اخرى، يعني يقول هنا خياله، هنا صح، طب حصان ده نفسه ما يقدر يوقفه. ما يقدر يعني لو تقول وقف صار ما يقدر يوقفه، ما يوقف الا عند شركه ثانيه. بالمنطق. نفس الحصان ده تقول وقف ما يقدر يوقفه. حصان منطقي هجي. المنطق ناحية اللي نتكلم فيها ناحية علمية واقعية بحتة. واحد ما شاء الله تبارك الله فن. اثنين سويتها صح فهي صح، سويتها خطأ فهي خطأ. ثلاثة حتى لو سويتها خطأ تبقى فن، تبقى مهارة جسمية. أربعة إن كانت أصعب من الأمور الأخرى اللي أنا أسميها أصعب، اثبت أنها أسهل. الأمور اللي أنا أسميها أصعب اثبت أنها أسهل عن طريق أنك تفعلها. فعلتها ممتاز، ما فعلتها حصل ما أقوله. تخصصات مختلفة. هذا رايي في النقطه اللي كان السؤال عن موضوع رايي في النقطه. انا تكلمت عن النقطه دي في مقاطع خاصه فيها، اللي الظاهر اسمها عربي رادق السلك والحركات، من اول المقاطع اللي شرحت فيها مقطع متخصص في النقطه هذه، بس اني قصدي كسؤال موجود حسب ما اتذكر كان مطروح السؤال جاوبت عليه، فقلت هجاوب عليه بشكل عام. ف زي ما قلت قبل شوي ترد على شيء بمنطق شفته وطبقته ثم تقوله ثم تطبقه وتشوفه. أنا تقول النقطة كنت أتكلم فيها مع جاس أمس، أنت لما ترد على سؤال، واحد سألني قال أنت لما ترد تجاوب على سؤال أسئلة ما تجاوب من جميع الأبواب، تجاوب من جميع الجهات، مع أن الشخص ما سألك عن جميع الجهات. ردي دائما يكون سهل جدا، أنا أجاوب بالشكل هذا لأني أجاوب على الأشياء اللي قيلت لك والأشياء اللي بتنقال لك. اختصارا لك، يعني أنا اللي بحصل، يعني النهاية فتك أنت، أنا تضررت. أنا أنت المستفيد من التعمق في الإجابة وليس أنا. كلام واضح. فتجاوب من جميع الجهات لأنك تعرف أن الشخص سمع أشياء معينة أو بيسمع أشياء معينة، فتعطيه الجواب كامل عشان ما عاد يكون في مجال الثغرات. لما يروح ويجي ويروح ويجي كل كلمة جات ترد على السؤال، تعطيه الجواب من جميع الجهات، ترد يمين ترد يسار ترد من فوق فتحة. عشان توضح النقاط، تضع الحروف على النقاط، أنا قالوا النقاط على الحروف. التعمق في الرد من جميع الجهات الغرض منه الأول هو التوضيح للشخص عن الأسئلة اللي طرحت له أو ستطرح له أو ستقال له من الأصل. اثنين، أنت لما تجاوب على السؤال ما عندك هدف، ما عندك طموح مستقبلي، ما عندك أجندة معينة أو يعني تخطيط معين، فقط قاعد تسولف مع شخص قاعد تجاوب على سؤاله لا أكثر ولا أقل، قاعد تجاوب شيء معين طبقته شفته قبله. فانت لما تجاوب على سؤالك كانك انت سائل نفسك السؤال، كأنك قاعد تحجر نفسك، فمستحيل تكذب على نفسك. فانت لما ترد على نفسك تحجر نفسك، ما تحاول تصدق، ما تحاول يعني توزوز على ما قاله وتحاول تفادى بعض الاسئله، لا انت تطرح الاسئله على نفسك. لكن مرات انت تطرح سؤال معين شخص ما ساله اصلا، انت توهم ان السؤال موجود وتخليه يسالك اياه، تشجع انه يسالك اياه ثم تجاوب. ما عندك شيء تخفيه على ما قاله. ليه؟ لأنك أنت قاعد ترى كأنه هو قاعد يسألك، كأنك أنت قاعد تسأل نفسك. بالحالة دي أنت ما تكذب على نفسك، تكون منطقي صريح جدا فترد على جميع الجهات. أنا بحجر نفسي عشان أتطور، طبيعي أرد من جميع الجهات. عدم الرد من جميع الجهات معناته أن عندك تخوف من شيء معين، أو عندك يعني حذر من خسارة شيء معين. فلما يقلب الواقع على أن اللي يجاوب من جميع الجهات حذر من شيء معين او متخوف من شيء معين، واللي يجاوب بس
باختصار اشياء معينه وخاف من التعمق، هو الشغله صح. هنا انت قلبت الواقع، عكست الواقع. هذاك رد حذر لانه لو تعمق فضح نفسه وفضح طريقته من نوع معينه، بينما هنا لو تعمقت ما عندي شيء اخبيه اصلا، كلام ما قاعد تشوفه. بعد بكرر طبعا كل النقاط هذه كلام في نقطه انا بقالها ومرتبطه المقارنه الخاصه. ما تقعد تقارن بين اثنين تقول ده احسن ولا ده احسن، انت قاعد تقارن نفسك داخليا، ما تقول الناس. يعني كل نقاشاتي اني كني اكلم شخص، اكلم نفسي، ما اروح اكلم الناس، خاطب نفسك يعني. يقود للنقطه اللي كنت اتكلم فيها قبل كم يوم مع شخص، القران طبعا حتى حديث برضه، بس خلينا نقول القران، القران معصوم يعني. خلينا نقول 20% من، طبعا ما انا متاكد بالنسبه، بس خلينا نقول يعني تقريبا 20% منه عن بني اسرائيل ومثلا النصارى واهل الكتاب. والقران منزل للعرب. القران لم ينزل لبني اسرائيل. مرسل لنا للعرب. ال 20% او عطها ما شئت النسبه اللي يتكلم فيها عن الديانات الاخرى او الامم الاخرى قبل اللي قبل الاسلام وقبل العرب، نص اللي فيه تهزيء فيهم. ما تكلم عن جهلهم، تكلم عن تجاهلهم، عن نصبهم، عن كذبهم. مع ان المخاطب المسلمين. يعني يتكلم عن كذب اليهود او كذب اهل الكتاب على عيسى، على موسى وهكذا، ويخاطب المسلمين. سؤالي، لماذا القران وهو معصوم ما قال للعرب الشيء الصح، وتفادى الكلام عن الجهل والتجاهل والكذب حق بني اسرائيل والكذب حق النصارى، ما جاء طريقهم وهو معصوم؟ ليش ما القران قال سوي كذا 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 هو الصح وانتهينا؟ ليش القران تفصل؟ ليش القران جاب قصص بني اسرائيل وقالها للعرب؟ ليش القران تكلم في الجهل والتجاهل وهزا بني اسرائيل عند العرب؟ لتوضيح الحقيقه، لتوضيح الفكره. انت ما تفيد شخص معين، فما في، ما في تخبي. اي نعم، قال قالوا كذا وكذا وكذا وخراطيم، محرفين الانجيل ومحرفين التوراه، واللي حصل كذا وكذا وكذا، قاعد تعلم شخص. فالكلام عن معلومات صحيحه، انا كلامي واضح جدا في النقطه هذه، اقول واحد، انا اتكلم كلام عام عن الطرق. طبيعه اغراتي. انت لما تتكلم بصيغه المجهول طبيعه اغراتك، انت ما تكلم عن طرق ركوب. وانتقاد بناء. يعني تقول الشيء الفلاني حصل عشان بعيونك، ما كنت تنكره. انا ارى عيب وهم يرون ميزه، اقول لك انهم يرون ميزه، رح سنه يرون ميزه. ما لك ما دخل اصلا. طب ليش تتكلم عنها؟ عشان افيدك. طب ما سالتك عنها؟ لا سالتني عنها. لان 80% من الاسئله اللي تجاوب عليها عاده مصدرها معلومات اهل الخير، سمعتها او شفتها او برمجنا عليها. و80% او 70% من هذه المعلومات اللي برمجنا عليها خاطئه وعكس الصواب. فلا بد توضح للشخص عند الاجابه على سؤاله ان الكلام ذاك خطا، ممكن انا ما سالتك عن الكلام ذاك، انا داري، بس سؤالك ذا مصدر الكلام ذاك. فلا بد اوضح لك ان الفكره دي خطا. على نقطة انا كنا بنتكلم في مقطع فيديو، لما اتناقش مع نصراني عن الاسلام لابد افتح معه موضوع عيسى عليه السلام، ما يمكن تقول بس كلمه في محمد، لا بكلم بعيسى. لازم اعلمه ان عيسى عليه السلام اقرب للمسلمين من النصارى. طيب ما سالتك عن عيسى، انا داري انك ما سالتني عن عيسى، بس فهموك شيء خطا عن الاسلام عشان افهمك عن محمد.